يقول: نحن مجموعة أشخاص نقوم بجمع مبلغ من المال وقدره 150 دينار كل نهاية شهر، ثم نقوم بعملية قرعة، والشخص الذي يظهر اسمه يأخذ المبلغ، وهكذا حتى ينتهي المبلغ والجميع يأخذ القيمة. هل ذلك جائز؟ هذا يسمى بالقرض الجماعي، الجماعة يقرضون واحد بالدور فيما بينهم، أو بالقرعة كما ذكر السائل. أنا أرى أن هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، فهو أقرض زملاءه بشرط أن يقرضوه، طمعا يقرضوه ويأتي عليه الدور، فهو قرض جر نفعا. وقد أجمع العلماء، وفيه أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض المقصود منه الإرفاق وإعانة المحتاج ثم يرد المبلغ، هذا ليس القصد منه الإرفاق، هذا القصد منه الطمع، تقرضهم من أجل أن يقرضوك ويأتي عليك الدور أو تظهر لك القرعة، هذا مقصود به النفع.